اكتر حاجتين بيحددوا مسار الاشعه جوه العين هو القرنيه، اللي هو الجزء الخارجي من العين، عشان ناس كتير مش فاهمه يعني ايه قرنيه. 90% من العينين اللي بيعملوا ليزك بيبقوا مبسوطين ما بيلبسوش نظاره. الفيمتو لعب دور كبير جدا في رفع نسب الامان في عمليه تصحيح الابصار والحصول على نتائج رائعه. ابيض اس 2 يجي العين يقول لك انا جاي اعمل ليزك، معلش انت جاي تقلع النضاره، فسيبني انا اختار لك اللي يناسبك ايه. الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحه العيون طب عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، عضو الجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعيه الامريكيه لاصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشوره دوليا، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. أهلا بكم، النهاردة حلقة مهمة جدا كثيفة العلم في عالم العيون، لكن خلينا نبدأ بحاجة أنا كلمت عنها قبل كده وضيفي العزيز يتكلم عنها بالتفصيل قبل كده، لكن لا نمل من تكرارها. العدسات اللاصقة يا جماعة، العدسات اللاصقة دي يعني في مصر أنا شايف التعامل معها، التعامل مع العدسات اللاصقة في مصر عامل زي بالظبط اللعبة بالقنبلة الموقوتة. قنبلة ماسك انت قنبلة عمال تلعب بيها كده زي اللعب بالقنابل. ليه بقى؟ لان احنا في مصر انا بشوف تصرفات يعني وانا بشوفها كده اللي هو ايه يعني انت عارف زي بالظبط ما حد يمسك مسدس ويروح جاي بيطلع رصاصة ضاربها كده جنبك كده يقول لك الله رصاصة جت جنب ودانك ما قتلتكش اهو الحمد لله. او زي في الافلام بقى اللي فيها السيرك واحد سكينه ماسك سكينه كده وراح دب ضربها راحت شبكه في الجاكيت ما طلع الجاكيت فوق زي فيلم بتاع عصابات نيويورك بقى مكان بيضرب السكاكين على الشال اللي على كتف البنت فراح رافع الشال حاجه يعني التصرف مع العدسات اللاصقه كده انت انا بشوف بنات وهي قاعده فجاه كده في وسط الكافيه فجاه تروح جايه قلع على العدسات انت غسلت ايدك؟ لا انت بتعملي ايه يا ست؟ يا حاجه انت بتعملي ايه يا حاجه؟ اتنين بنات قاعدين في وسط فرح او في وسط عزومه وتلاقي واحده تقول لواحده هي العدسه اللي في عينك دي لونها ايه بالظبط؟ زرقاء وريني كده تروح دانيه دب مطلعها لها انت بتطلع انت بتوريها خاتم او بتوريها شراب او بتوريها حاجه دي كومبليكيشن بسيطه من مضاعفات العدسه يعني التهاب رهيب في العين. طبعا ده غير بقى اللي بيلبسوا العدسات وهي بتسوق واللي بتحط العدسات في بقها يعني حاجه مزعجه جدا او اللي بتحط ميه مكان المحلول ما المحلول خلص هما الاثنين شبه بعض ما هي ميه وزبه ميه يعني انت بتقول ايه في الاخر طب ما تعملي ليزك انت نظرك ضعيف ما تعملي ليزك ما تعملي زراعه عدسات ما تعملي اي حاجه فده شيء طبعا اكيد ضيفي يستطيع ان يقول اكثر لانه بيشوف اكيد مشاكل اكبر واكبر من مشاكل العدسات والحقيقه هو على اليوتيوب في احدى حلقاته لازم ترجعوا لها بالتفصيل حلقه كامله عن مشاكل العدسات لكن النهارده واحنا داخلين للليزك لازم نمر على العدسات اللاصقه كبديل الابصار مع الاستاذ الدكتور احمد عساف اهلا بيك يا دكتور اهلا وسهلا انا قلت كلام شايفك مبتسم بيفكرني بحاجات كتير انا بالتالي انت بتشوف الحاجات دي بيعملوها فجاه هم حتى البنات يعني لا هم معتقدين العدسات دي زي الروج مثلا زي حاجه كده يعني ممكن استخدمها وارميها واعملها والبسها تاني فطبعا استخدام خاطئ جدا وللاسف ما اشهر اسباب القرحة في القرنية هي استخدام العدسات اللاصقة وطبعا استخدام الخاطئ كمان ده بيزود الطينة بلة زي ما بيقول بسبب ان هو ما بتعتنيش بالعدسات فاللي عايز يلبس عدسات ارجوكوا يا جماعة يلبس عدسات يبقى قد المسؤولية ويمشي بالتعليمات مظبوط في محاليل محاليل تتغير عدسات ليها عمر افتراضي عادة بيكون عمره قصير بالمناسبة العدسات الموضوع السنوية واللي بتقعد معايا سنة وسنتين ما بقتش خلاص الموضة دلوقتي هي عدسات كلها ديسبوزابل أو استخدام يبقى سريع بتستخدم شهر أو شهرين وتترمي بعد كده وما فيش ما يمنع أجيب عدسات تانية أحافظ بيها على عيني فدي أرجوك يعني الناس بقى حضرتك قلت مهمة حاجة مهمة جدا هو طب ما تعملي ليزك فيقول لك لا أنا ما ألعبش في عيني طب ما هو اللي بيحصل ده بالعدسات ده لعب في العين هو ده قص لعب في العين يعني لا ليزك ارحم بكتير جدا طبعا في حالات زي كده يعني انت بتلعبي في عينك كل يوم
على الأقل مرتين وكل لعبة خطرة جدا. بالزبط. طب دي مرة دي عملية تكتشف. لا واللي بينام بالعدسات اللاصقة طبعا دي مشكلة كبيرة جدا يعني. مشكلة كبيرة جدا. أنت بتخنق القرنية بتاعتك، ما بتوصلهاش أكسجين كفاية، الخلايا النفسية بتتأثر، ممكن يحصل قرح بالقرنية ما تاخدش بالك منها، يجي عليها ميكروب، وأوقات كتير الميكروبات دي صعب جدا علاجها، لأن القرنية نفسها ما فيش ما بيوصلهاش أوعية دموية، فبالتالي المضادات الحيوية ما بتوصلش بتركيز كافي عشان يقضي على الميكروبات لا قدر الله لو حصل قرحة بكتيرية. أعتقد أنه المصيف من ضمن الفاكتورز الكبيرة، يعني هتلاقي في الفترة اللي جاية في مشاكل جات لك كتير بسبب النوم بالعدسة اللاصقة في المصيف. بيروحوا بالعدسة بيناموا. بالظبط. المصيف طبعا وقت لطيف، فسح وخروج، فاحنا طبعا ما فيش حد بيحب يروح يخرج حفله او ينزل يروح يقابل اصحابه، او واحده عايزه تلبس النظاره ورايحه مصيف اكيد بتلبس عدسات اللاصقه، اتاخرت بالليل شويه، خرجت مع اهلها او اصحابها اتاخرت بالليل، رجعت تعبانه، هوب نام، اصحى الصبح بعد كده بمشكله. مو مشكله. تعال نبدا بقى. طيب في تصحيح الابصار بالليزك، في دلوقتي موضه او مش موضه، يعني في دلوقتي تور علمي مهم جدا اسمه الليزك التفصيل. تعالوا نفهم ما هو في الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ تصحيح الابصار اصبحت من العمليات المنتشره جدا في العالم. ابيض طبعا. ابيض طبعا اكيد من اشهر العمليات وانجح عمليات عيون، العيون على مستوى العيون على مستوى العالم كله هو عمليه الليزك، يليها على طول الميه البيضاء. هي والماء البيضاء وراها. بالظبط. الليزك التفصيلي بقى ده اصبح يعني ترند مهم جدا في عالم تصحيح الابصار. ابيض برضو. ابيض انه خلاص احنا دلوقتي زي ما الدنيا بتتطور عندنا الليزك بيتطور. يعني ما فيش دلوقتي حد بيتفرج على تلفزيون الوان تلفزيون عادي، ولا بيقول هو التلفزيون ده اتش دي ولا نون اتش دي. خلاص احنا كنا من كام سنه بنتكلم هو التلفزيون ده هاي ديفينيشن ولا مش هاي ديفينيشن، دلوقتي لا، وهاي ديفينيشن بس كام كي يعني 4 كي ولا اكتر ولا الترا هاي ديفينيشن ولا ايه بالظبط. فما فيش حد دلوقتي بيقبل بصوره مزغلله شويه صغيرين او ما فيهاش تباين زي دلوقتي زي موجود دلوقتي. ما بقناش نسال حد، ما حدش بيشتري عربيه دلوقتي بيدور هي العربيه دي اساسا فيها اير باجز ولا هي اوتوماتيك ولا مانيوال. فخلاص يعني فعندنا الليزك التفصيلي خلاص يعني صعب قوي ان انا اعمل بتقنيه من ساعه ما الليزك اتعمل من ايام مثلا التسعينات من اوائل الليزك او اوائل الالفينات ان انا اعمل ليزك عادي عشان اصلح طول نظر واستجماتيزم وقصر نظر. لا، في عيوب ابصار تانية بنصلح بيها كمان نقدر نصلحها بالليزر. ده الجهاز هو ده جهازين اكشوالي. ده جهازين، ده جهاز الفيمتو ليزر وجهاز الليزر نفسه اللي هو بيصلح عيوب الابصار. فالجهاز اللي على الشمال ده الفيمتو ده اللي بيعمل الخطوه الاولانيه، هنا بعد كده ده الجهاز الليزر التفصيلي. الليزر التفصيلي بينزل شعاع ليزر بدرجات متفاوته على سطح القرنيه، يعني ما بقاش ننزل عشان اصلح رقم محدد على سطح القرنيه، لا، كل نقطه في القرنيه محتاجه جرعه ليزر مختلفه عن الثانيه، ودي طبعا بتتطلب فحوصات دقيقه جدا لازم نعملها. هنا مثلا بياخد بيدرس 22 ألف نقطه على سطح القرنيه عشان كل نقطه عايزه جرعه ليزر مختلفه عن الثانيه علشان نعالج القرنيه. القرنيه هو الجزء الخارجي من العين، دي ليها بصمه زي بصمه الايدين كده اهو بالظبط يعني. فالبصمه دي بتختلف من عين لعين مش من شخص لشخص. فطبعا عشان نحدد البصمه دي بنعمل فحوصات للقرنيه، والبصمه دي المقصود بيها ان في تعرجات على سطح القرنيه، احنا بنعالج بقى التعرجات دي كمان اللي انت مولود بيها، نقدر نعالجها كمحاوله لزياده حده الابصار وتباين الالوان كمان بعد العمليه. يعني احنا دلوقتي رفعنا المستوى دلوقتي من مجرد انا عايز اخلي العين يشوف 6 على 6، لا ده انا عايز اخليه يشوف 6 على 6، واذا ما كانش يعني اوضح من الاول فما يخسرش حتى اي جزء من حساسيه التباين اللي عندي. فظهر الليزك التفصيلي، والليزك التفصيلي فيه منه انواع، واخر نوع ظهر حديثا اعتمد من الاف دي اي او الجمعيه الامريكيه للاغذيه والادويه سنه 2013 اسمه كونتورا فيجن ليزك. كونتورا جاي من كلمه كونتور، كونتور اللي هو الشكل المستوي يعني دائري يعني. فالقرنيه بتاعتنا هي المفروض هي تكون ليها شكل دائري، فاحنا عندنا قرنيه قد يكون فيها شويه تعرجات، هو بقى بيرجع الليزر ده بيحافظ على الكونتور بتاع القرنيه نفسها من التشوهات، وبالتالي بيحافظ على جوده صوره عاليه قوي وحده ابصار عاليه قوي بعد الليزك.
الكونتور الليزك تعتمد على قياس تضاريس سطح القرنيه. بالضبط بالضبط ابيض هو طبعا. واحب اشبه للساده المشاهدين ان القرنيه دلوقتي لو انتم شفتوا في الفيلم الاولاني كان بيديك الوان زي الوان الخريطه بتاعه الجغرافيا، بيديك الحتت اللي لونها احمر دي معناها ان حتت عاليه من القرنيه، حتت لونها اخضر او اصفر حتت اقل ارتفاعا، والحتت الزرقاء مثلا حتت مستويه او اجزاء مستويه من القرنيه. فاحنا عايزين نحاول نقلل للتباين ما بين التضاريس بتاعت القرنيه دي، علشان ده بيخلي الاشعه وهي داخله لجوه العين تشتت، ما تمشيش في مسار مظبوط، وده بيخلي الصوره اللي بيشوفها المريض مش واضحه. احنا بالمناسبه الحاجات دي التشوهات البصريه دي احنا مولودين بيها ومخنا اتعود عليها، فلما بنيجي نصلحها بتفرق معانا قوي في الصوره اكتر، بتديك صوره اوضح بعد العمليه. فتخيل احنا دلوقتي بقينا مش مجرد عايزين نعالج عيوب الابصار، لا ده كمان في تشوهات انت اوريدي مولود بيها وخلاص ما عندكش مشكله معاها، بنحاول نحسن الصوره كمان اكتر من كده. الكاستم ليزر هو الاكثر شيوعا الاكثر نجاحا، ابيض ولا اسود؟ هو كاستم ليزر هو الترم او التعريف للليزك التفصيلي اللي هو من تحتيه الكونتورا فيجن ليزر، يعني ده عنوان يشمل بقى انواع كتير من الليزر من ضمنها الكونتورا فيجن ليزر. هو لسه مش اكثر انتشارا لان في ناس كتير بتستسهل. هو عيب الكاستم ليزر انه عايز فحوصات كتير قبل العمليه، عشان مش مجرد بنقيس مقاس نظاره بس، بنقيس كمان ولا تضاريس بس، بنقيس تشوهات بصريه، ودي بتتطلب اجهزه غاليه شويه صغيرين. وفي نفس الوقت كمان عشان الليزر يصلح العيوب الابصار دي بيبقى اجهزه حديثه ومعقده شويه، وعايز خبره طبعا من الجراح نفسه، ومش مجرد الجهاز مش هيشتغل زي الروبوت لوحده، لازم يبقى الجراح فاهم الجهاز بيعمل ايه بالظبط كده. اهوت يعني لو احنا قارنا بين الاثنين، بين الليزك العادي والليزك التفصيلي، يعني هيكمن اكيد الفروقات في بعض النقاط واضحه جدا. هنا مثلا ده احنا بنقارن بين الاثنين، على اليمين الليزك التفصيلي وعلى الشمال الليزك العادي. هو لا ده هو تقريبا الاثنين هنا هو تعقد ولا ده الليزك الاثنين كاستم بس هو بيبين خطوات مختلفه من العمليه. هنا بص حاجه زي شعاع الليزر بيجي على تعرجات القرنيه، الحته العاليه دي بيحاول يسويها. الليزك العادي ما بيعملش الكلام ده، ما بيعملش الكلام ده. لا هيصلح مرة واحدة وهيخلي تعرجات زي ما هي، بالعكس ممكن يزودها. فده بيخلي العيان يبقى شايف 6/6 بعد العملية بس شايف الدنيا مشوشة. في الكاستم ليزك لا، بيصلح التعرجات دي وهو بيصلح عيوب الإبصار، يعني هو بيصلح مقاس النظارة نفسه بنصلح عيوب الإبصار. عشان أفهم الفرق ما بين الاثنين، كتير قوي من السادة المشاهدين ممكن يروح يعمل نظارة يبقى مبسوط بيها قوي وياخد نفس المقاس، اللي خده من الدكتور، ويروح يعمل نظارة تانية عند محل نظارات تاني، دي بتريحه وبيشوف بيها كويس قوي، ودي بيشوف بيها وحش. لو الإزاز نفسه اللي قول عليه بالبلدي العدسة أو الحجارة اللي مصنوعة منها النظارة فيها تمويجة بسيطة، أكيد الصورة اللي هيشوفها بالعدسة دي مش زي الصورة اللي بيشوفها بالعدسة التانية. ففي نظارة يبقى هو نفس المقاس والمقاس مطابق ومظبوط، بس هو مستريح بالنظارة دي والنظارة التانية مش مستريح، عشان نوعية الإزاز نفسه، نوعية الإزاز هنا مختلفة، ممكن يكون العدسة هنا مظبوطة وهنا العدسة فيها تمويجة بسيطة. فتخيل بقى حضرتك دي حاجة موجودة نقدر نصلحها في القرنية على مستوى العين نفسية، فده اللي بيفرق معانا قوي. تعالوا نروح للجزء التاني، الجزء التاني هنشوف برضه نظرة الناس، هل تقدر الناس تفرق كويس وتفهم كويس الفرق بين الليزك التفصيلي أو الكاستم ليزك زي ما الناس بتقول دلوقتي والليزر التقليدي العادي. تعالوا نشوف في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم أم بريء؟ العيان اللي جاي لك متبرمج دماغه حافظ مش فاهم يعني، ويقول لك أنا عايز أعمل مثلا فيمتو ليزك، انا عايز اعمل فيمتو، تقول له انا هعمل لك ليزك تفصيلي، وتقول له يقول لك لا انا عايز اعمل فيمتو، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا هو طبعا ممكن نسميه متهم، مش هقول جاني ولا بريء، هو متهم. هو مشوش يعني، هو ممكن يكون حد من قرايبه من اصحابه عمل ليزك ومبسوط بيه، فقال لك انا ليه اعمل ليزك تفصيلي، ما انا اعمل ليزك زي ما صاحبي او جاري او قريبي عمل. بس هو ممكن يكون في اختلافات، ممكن يكون صاحبك عنده عيوب الابصار عنده قليله، ما عندوش تشوهات بصريه كثيره، فبالتالي الجراح بتاعه اختار له مستوى معين من الليزك انت ما ينفعلكش. في
في بعض الناس عندهم مشاكل في القرنية بتاعتهم لازم نعملهم ليزك تفصيلي علشان احنا عارفين ان الليزك العادي مش هيديله رؤية واضحة. في ناس عندها استجماتيزم عالي لازم نعملهم ليزك تفصيلي. في ناس عندهم تضاريس القرنية نفسها مختلفة مفلطحة زيادة عن اللزوم او محدبة زيادة عن اللزوم، هنا برضو ليزك التفصيلي بيبقى ليه دور كبير في تحسين الصورة اللي بيشوفها المريض. ده الفيمتو ليزك؟ لا، ده اللي حصل اللي فات ده كان الليزك العادي بقى اللي هو مش فيمتو خالص اللي هو بقى بالمشرط. ده برضو مهم جدا، كويس ان الفيلم ده ظهر عشان بيبين ان هو احنا في مشرط كنا بنستخدمه وقت العملية، دلوقتي بقينا نستخدم الفيمتو ليزر. مفيش مشارط خالص، ان المشرط مش عملية ان هو بيوجع ولا حاجة، بس المشرط مش دقيق في دقة الفيمتو ليزر في القشط الأولاني خالص بتاع القرنية. من لا يتبع التعليمات والإرشادات بعد الليزك التفصيلي ده متهم برضو. المريض نفسه ما يتبعش. لا ده مجرم. لا مجرم طبعا. طبعا يعني احنا بنقول في مضادات حيوية لازم تستخدم بعد العملية على الأقل فترة أسبوع، دي مش مشكلة. ثلاث أربع مرات في اليوم لمدة أسبوع دي مش مشكلة. أطرة مضادات للالتهابات تمشي عليها أسبوعين أو ثلاثة مش مشكلة. في أطرات ملطفة علشان في جفاف للعين ودي برضو بنستخدمها لفترة طويلة شوية صغيرين. بعض السادة بيبقوا منزعجين ولك إزاي همشي على أطرة شهرين أو ثلاثة بعد العملية. هي دي أطرة ملاش مواعيد ثابتة، دي أطرة ترطيب ملاش مواعيد ثابتة. لو حسيت في أي وقت بحرقانة وشكشكة حط من القطرة دي، وإحنا بالمناسبة بنكتبها للناس حتى لو ما بيعملوش عملية ليزك. أي حد بسبب جونا وبسبب حياتنا، أسلوب حياتنا أو أسلوب المعيشة عندنا، بقينا نسهر كتير ونقعد على الموبايلات فترات طويلة، فبيجي لنا فترات بنحس بحرقان وشكشكة نتيجة جفاف في العين، فبنقول له استخدم قطرة ملطفة. فإحساس إن أنا هاخد علاج بعد العملية الفترة قد تقصر أو تطول المفروض لا يبقاش مبرر إن أنا ما أهمل في العلاج ده وأبوظ العملية. حوالين الليزك في اوهام كتيره، في افكار كده الله يكون في عونكم، يعني خصوصا يعني دكاتره الرمد ما عندهمش، يعني هم الرمد كبرانش طبي سوبير شويه يعني له كده بريقه، فلما يجي حد يقول لك بقى معلومه وهميه كده يعني بتالي بتنفذ. لا كتير معلومات وهميه كتيره جدا يعني. احنا بنتحمل في البطن لما يجي حد يكلمك عن الضغط او سوء بنتحمل. لا الله يكون في عونكم برضه، ما انتوا عندكم برضه حاجات يعني تجيب الضغط والسكر. تعالوا نشوف الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ اللي بيعمل ليزك تفصيلي بيشوف 6-6 بعد العملية على طول تاني يوم العملية، الكلام ده؟ لا 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 لا. لا الكلام ده مش مظبوط، وده مهم جدا واشكرك على هذا السؤال. احنا دايما بنحكم على نتيجة العملية يعني ممكن تمتد من 3 أسابيع لشهرين بعد العملية. هنا نقف شوية صغيرين، لأنه في ناس كتير فاكرة ان هنا 3 أسابيع النظر هيقعد يتحسن فيها، يعني هقعد في البيت 3 أسابيع مش هشتغل 3 أسابيع مش هتفرج على التلفزيون 3 أسابيع مش هستحمى 3 أسابيع. لا، أنت هتعيش حياتك ابتداء من تاني يوم مباشرة طبيعي جدا. الحاجة الوحيدة اللي ممنوع ما تدعكش ايديك في عينيك، لكن احنا بنطمنك بنقول لك لو في شوية تشوهات بصرية بتشوفها بعد العملية، لو شايف الإضاءة لخبطة شوية صغيرين، لو شايف وأنت سايق العربية إن بيطلع أشعة من مصدر الإضاءة أو هالات حوالين مصدر الإضاءة، فدي كلها أعراض طبيعية بعد العملية هتتلاشى تدريجيا ما بين 3 أسابيع لشهرين. فكويس قوي حضرتك إن قلت إن بالذات كمان مع الكاستم ليزك أو ليزك التفصيلي عشان التصليح بيكون أكثر دقة وأكثر يعني نقدر نقول كومبليكيتد يعني أو معقد أكتر، ففترة النقاهة ممكن تطول شوية صغيرين. فبنطمنكم يا جماعة أنتوا هتشوفوا كويس قوي، بس ما تحكموش مش من تاني يوم على طول، اصبروا معانا شوية من 3 أسابيع لشهرين قبل ما النظر يستقر تماما، وأنت هتستمتع بجودة رؤية عالية غير مسبوقة. جودة رؤية عالية غير مسبوقة بالضبط. الكونتور الليزك ما ينفعش اللي عندهم قرنية مخرطة؟ هو كلمة ليزك ما تنفعش لأي حد عنده قرنية مخروطية، بس هنا في حاجة جديدة إن الكونتورة ليزر تنفع للناس عندهم قرنية مخروطية. ليه؟ إن هي القرنية المخروطية بتخلي القرنية شكلها منبعج قوي. فالناس دول في مراحل القرنية الأولانية، إحنا عندنا 4 مراحل من القرنية، في عندنا مرحلة مخروطية قرنية مخروطية بالظبط، في الثالثة والرابعة دول لازم يتعملهم إما دعامات وساعات بنلجأ لترقية قرنية. المرحلة الأولى والثانية يبقى القرنية نفسها شكلها منبعج مش طبيعي ملخبط، وفي تضاريس متلخبطة خالص، يعني التضاريس اللي هي فيها التعرجات دي بتبقى زيادة قوي عن الطبيعي. فالناس دول
هم خلاص استسلموا للأمر وقال خلاص إحنا ممكن عايزين بس نثبت النظر بتاعنا، بنعملهم عملية تثبيت وبيلبسوا نظارة ومؤهلين نفسين للموضوع ده. بس المشكلة بيجي يلبس نظارة مش شايف بيها كويس. ليه مش شايف بيها كويس؟ علشان التعرجات اللي في القرنية زيادة عن الطبيعي، زيادة عن الحد إن المخ يقدر يستوعبه، زيادة عن إن الحد إن الأشعة النفسية بتخش بتنكسر جوه العين، بتنكسر بطريقة بتشتت بشكل مبالغ فيه جدا، فالمريض ما بيشوفش كويس حتى في وجود النظارة. طب الحل إيه في حالة زي كده؟ ناخد التقنية دي بتاعت الليزر، طالما أنا ليا القدرة إن أنا أحاول أصنفر القرنية وأرجع القرنية، أعالج التضاريس دي وأرجعها للشكل الطبيعي تاني، بحيث إن المريض يقدر يلبس نظارة يبقى شايف بيها كويس، فأنا ممكن أعمل هنا هوت الكونتورا فيجن ليزر للقرنية المخروطية. بس هنا ما سموش بقى كونتورا، كونتورا خلوها للناس اللي هم عايزة تقلع النظارة يعني بس، لكن هنا بيسموه توبوغرافي جايدد بي ار كي او ليزر مبني على تضاريس القرنية. هي نفس فكرة الكونتورا فيجن بس مش ليزك طبعا، ليزر بنعالج بيه التعرجات دي علشان ندي فرصة للمريض يشوف بالنظارة كويس. احنا مش بنلغي النظارة، احنا بنقول له لا هنخليك تشوف بالنظارة كويس بالذات في مراحل القرنية المخروطية الأولى، هي الدرجة الأولى والدرجة الثانية. دائما بتقدم لنا كل جديد، يعني احنا بننتظر منك يعني كل اللي تقال النهارده في الحلقه جديد، ما تقالش قبل كده خالص، نبقى نعمله حلقات تانية. يعني نعمله طبعا، لانه احنا يعني بالنسبه للليزك التفصيلي ده ما تقالش خالص قبل كده بالتفاصيل دي. الكونتورا اول مره، الليزك اول مره تقال في الاعلام، رغم انها موجوده بقوه في الجراحات او في عمليات الليزك الموجوده. هي لا مش قوي، هي لسه هي يعني اعتمدت بس سنه 2013، ويمكن أوروبا سبقت أمريكا في الموضوع ده شوية. من 2013-2015 يعني 5 سنين تعتبر عمر قصير قوي في عمر جراحات الجراحات. بس احنا فرد ان ده الكلام لأول مرة يصير بالضبط. نورتنا وشرفتنا، الله يخليك. سعيد بهذه الزيارة، سعادة غامرة طبعا. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد عساف كان في الناس الحلوة، وخليكم مع الناس الحلوة. في ناس كتير ما تعرفش حاجة عن خيط الأسنان، أنا عايز أغير أشكال، أبعاد، لون، رسم ابتسامة بالكامل، تصميم ابتسامة، حاجة معمولة كلها وتبقى كمان دايمة. النتيجة النهائية لو هناخدها بفينير أو بكراون النتيجة واحدة، هايبريد فينير، ودي أول مرة هنتكلم عليها دكتور أيمن مع حضرتك. ده الهايبريد فينير أو الشغل اللي معمول في اللايرينج والكاركترايزيشن والكلام ده كله، المميزات الخرافية بتاعت 3N، وهي الحاجة الحصرية اللي محدش عارف ينافسها فيها، بدون برد، بدون ملمس السنان، بدون مادة حقنة بينج. We'll be right back.